السيده مشاهده ومتابعي شاشه مقاولات النادي الاهلي، معالي الوزير الاستاذ العبري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، بطوله غاليه في توقيت اهم يعني من اهم الاوقات للنادي الاهلي بتفاصيلها بكواليسها بالمجهود اللي بذل على مدار الفتره اللي فاتت. بالنهارده عايزين نقول مليون مبروك ليكم، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه، مليون مبروك لكل اللي كانوا دايما في ظهر النادي الاهلي، الف مبروك، مبروك للجهاز الفني للاعبين، مبروك لاعضاء النادي الاهلي الكبار، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك للكابتن محمود الخطيب، مبروك لكل الحياه لكل اللي يعشق النادي الاهلي، الف الف مليون مبروك. امبارح بنتكلم على المباراة، حضرتك قلت لي مش هسجل ومش هنتكلم الا بعد ما ناخد البطولة، الثقة دي شفتها في عيون الأستاذ العمري فاروق، شفتها في كل اللاعبين في الجهاز الفني. بص هو الحمد لله هو دايما النادي الأهلي بيلعب على البطولة، احنا الفترة اللي فاتت كان في إرهاق واضح وشديد وتلاحم المواسم والظروف يمكن بتاع مباراة الأهلي في نهائي أفريقيا في المغرب، كل ده الحقيقة كان جه ورا بعضه فعمل نوع من أنواع الإجهاد العنيف جدا عند لعيبة النادي الأهلي. السنه دي الحمد لله بدايه موسم طيب، شايف الحقيقه الكوتش الحقيقه مميز جدا، الجهاز الفني، المجموعه، اللاعبين، الناس كلها الحقيقه يعني باذله مجهود كبير، الهدوء كمان اللي موجود في البعثه، الحقيقه بشكر الدكتور محمد شوقي الحقيقه رئيس البعثه لانه الحقيقه كان متابع كل حاجه في البعثه علشان يوفر الراحه الحقيقه لكل اللعيبه ولكل الجهاز الفني، بشكركم والف الف الف مبروك. معالي الوزير العمري فاروق، دايما النادي الاهلي بيدي دروس، حضرتك موجود، دكتور محمد شوقي رئيس البعثه، دايما في كل المواقف بتقدم الدكتور محمد شوقي كرئيس للبعثه الروح اللي شفناها، التلاحم اللي شفناه، الاستاذ طارق قنديل، المهندس خالد مرتجي، كل اعضاء مجلس الاداره النهارده بيوصل رساله مهمه جدا، الاهلي قوته في ابنائه. هي دي اسس النادي الاهلي، هو القصه بتبقى ماشيه كده، تملي فيه تقدير لرئيس البعثه وكله موجود، حتى لو انا ممكن يبقى المنصب الاعلى ولكن المفروض كلنا في ظهره وكلنا بنحاول نجتهد ان احنا نساعده، انما في الاخر هو رئيس البعثه، هو النهارده اللي بياخد القرارات، هو اللي بيتابع كل حاجه، وهو اللي موجود في منصه التتويج، وده في حد ذاته يعني حاجه طيبه جدا، الف الف مبروك، بشكره وببارك له. كلمة أخيرة لجمهور الأهلي النهاردة، كلمة السر والملحمة اللي شفناها، التزام، صورة بتعكس رقي الرياضة المصرية. انتوا دايما ظهر النادي الاهلي، النادي الاهلي جمهوره او قوته في جمهوره، ظهر النادي الاهلي وسند النادي الاهلي، ودايما اللي واقفين في ظهر مجلس الاداره وفي ظهر الكيان نفسه، والحقيقه يعني كل القوة اللي بنتخذها من جمهور النادي الاهلي، فبقول لهم الف 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 ومليون مبروك، اعظم جمهور واعظم نادي في الكوره.